اعرف دينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعظم شهيد على وجه الارض، والغريب انه لم يولد بعد. في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيخرج اليه يومئذ رجل هو خير الناس او من خير الناس. لمين؟ ها، الله يفتح عليكم، للمسيح الدجال. يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح، مسالح الدجال أي بالسلاح يعني، وأتباع الدجال 70,000 من يهود أصبهان، كما في صحيح مسلم. فيقولون له: أين تعمد؟ رايح فين؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. أنا رايح للي خرج ده. فيقولون له: أو تؤمن بربنا؟ يقصد مين؟ المسيح الدجال. فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم، أي الدجال يعني، أن تقتلوا أحدا دونه؟ فينطلقون به إلى الدجال، يروحون بقى إيه؟ للمسيح الدجال. فإذا رآه المؤمن قال: أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكره رسول الله، لأنه قرأ بين عينيه كافر. عرف السماء والسمة وبالوصف النبوي إيه؟ الشريف. قال: فيأمر الدجال به فيشبح، فيقول: خذوه خذوه وشبحوه. المهم، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، يضربوه على بطنه وعلى ظهره. فيقول له: أو تؤمن به؟ فيقول هذا الشاب: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به، فيؤشر بالمئشار، المنشار يعني، من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، بين النصين، ثم يقول: قم، فيستوي قائما. قال: ثم يقول له: أتؤمن به؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذه بيديه رجليه، يمسكه من رجليه بإيديه، فيقذف به، فيحسبه الناس إنما قذفه إلى النار، ولكنه ألقي إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. فهو أعظم شهيد على وجه الأرض، ولكنه لم يولد بعد، ولكنه سيولد مع علامات الساعة الكبرى عند خروج الدجال. ما توقفش الحلقة دي عندك، انشرها لكل أحبابك وكل أصحابك. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.